تمهيدا للحوار الوطني الشامل، نظم الشبكة النساء الوزيرات والبرلمانيات الإفريقية دفرع تشاد جلسة تشاورية مع ممثلي الجمعيات النسائية القادمات من 23 ولاية استعدادا للمشاركة في الحوار الوطني الشامل. في بداية الجلسة رحبت حواء عثمان جامع بالنساء اللائي حضرن هذه الجلسة، موضحة أهمية مكانتها ودورها الفاعل في السياسات العامة. عقب ذلك تحدثت الأمينة التنفيذية النائبة لشبكة النساء الوزيرات والبرلمانيات الإفريقيات بتشاد موديال ماري، التي أشارت إلى الأهداف الرئيسية التي ستناقش في هذه الجلسة لتسمح للمرأة تعزيز دورها لنجاح الحوار الوطني الشامل. وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة أمينة بريسيل لونغو قالت إن هذه الجلسة التشاورية تعتبر فرصة لطرح قضايا المرأة والاعتراف بدورها في الحوار الوطني والمرحلة الانتقالية من أجل مستقبل أفضل لبناء تشاد الحديثة. في كلمته لافتتاح أعمال الجلسة، أمين الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار جيما جيمباي كانتانغار إيمي قال إن مشاركة المرأة في الجلسة التشاورية يعطي طابعا خاص لتحضير أنفسهن لمناقشة المواضيع المهمة لضمان مشاركتهن في الحوار الوطني الشامل، وناشدهن بالخروج بنتائج مثمرة لنجاح المرأة التشادية في المرحلة الانتقالية.